مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية تحويل قبر إمام ثار اليمني ضده قبل 5 عقود إلى مزار. وعدن الغد تتساءل، هل هناك مخطط لتهجير أهالي عدن من مدينتهم؟ ومن الأخبار المنوعة، بعد ارتفاع عدد الإصابات جرعة ثالثة ضد كورونا للجميع في ألمانيا. إعادة الزمن للوراء في صنعاء، عنوان بارز نشر في موقع المشاهد نت، تحدث عن عودة الماضي إلى مدينة كانت قد قطعت خطوات نحو الحاضر. وقال الموقع إن عددا من الملامح بدأت، بل إن مراسل الموقع حين نزل دون الكشف عن هويته وجد أن قبر آخر من حكموا اليمن قبيل ثورة 26 من سبتمبر عام 1962 قد أصبح مزارا. وقال الموقع، دفن جثمان الإمام أحمد يحيى حميد الدين آخر حكام الأئمة الزيديين في مسجد صغير كان يسمى الرحمة في صنعاء، وقامت الثورة بعد أيام من وفاته. لم يعرف جير اليوم لقبره مكانا بعد تهدم الجامع، وبنى مكتب البلدية على أنقاضه، ثم تم تحويله لاحقا لمبنى نقابة الأطباء، وظل قبرا دون ضريح ولا شاهد ولا علامة تميزه. لكن جماعة الحوثي قامت ببناء ضريح للإمام أحمد في الفناء الخلفي لمبنى النقابة، وأعادت بناء الجامع في 2017 وسمته جامع الرضوان بشارع جمال عبد الناصر وسط صنعاء. تظهر لوحة جامع الرضوان أن جماعة الحوثي أو تظهر لوحة جامع الرضوان أن جماعة الحوثي فعلا أعادت الزمن نحو 6 عقود للخلف. فجامع الرضوان تم بناؤه في 2017 على أنقاض جامع الرحمة، لكن اللوحة تقول إن الجامع بني في 1961 على نفقة آخر حكام الأئمة الزيديين أحمد بن يحيى حميد الدين. وفي نزول لمراسل المشاهد وثق أماكن عدة تم طمس هويتها، فقد أصبح اليوم جامع الرحمة الذي تحول إلى الرضوان مسجدا ومزارا لضريح الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين أحمد بن يحيى بن محمد، وصولا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما هو مدون في اللوح الرخامي على قبره. اهتمام الحوثيين بهذا الجانب له دلالة عميقة، وربما تشير بجلاء إلى إعادة تلك الحقبة التاريخية بشخوصها. عدن بين عشاق السلام وعصابات الاغتيالات، تحت هذا العنوان كتب محمد المقرمي مقاله المنشور في الموقع بوست، مضيفا في جزء من المقال: منذ 7 سنوات ونحن نطالب المنظمات الأممية بالانتقال إلى عدن كعاصمة لكل اليمنيين، وتعتذر بحجة انعدام الأمن، وكلما مضى أسبوع يصر قطاع الطرق وعصابات الاغتيالات على صبغها بمدينة الفوضى والانفلات الأمني، آخرها محاولة اغتيال أكبر عقل أكاديمي ورمز قدم حياته كلها من أجل أبناء عدن، ورفض كل المغريات من الشرق والغرب ليخدم مدينته التي نشأ وترعرع فيها، هو البروفيسور محمد عقلان نائب رئيس جامعة عدن للدراسة العليا. ترى المنظمات بأن عدن تلك المدينة المدنية التي كان يعلو فيها القانون ويسودها الأمن والاستقرار قد خفت شعاعها، ولم تعد مدينة لأبنائها، بل تحولت إلى مرتع للفوضى، ومع كل بارقة فجر حادثة ترعب أهلها، وما بين حادثة وأخرى فجوة كبيرة وهالة رعب تبثها عصابات الموت والارتزاق واللصوص وقطاع الطرق القادمين من خلف أسوار التاريخ لتشويه مدينة السلام والمحبة، صبغة مناطقية رخيصة تضيق حتى بالمفكرين، ظلاميون يكرهون التنوير، وعصابات إجرامية لا تؤوي غير المجرمين وتدعي حب عدن. لكن ثمة شباب أنقياء في عدن يعملون ليل نهار من أجل عدن وأبناء عدن، ويسعون بكل صدق إلى تطبيب جراحها ونشر الطمأنينة والسكينة، رافضين كل هذا العبث وسينتصرون بروح السلام. تبقى الأسئلة مفتوحة، لماذا كل هذه الفوضى في عدن؟
ومن هي الجهات التي تريد نشر الفوضى في عدن لتعطيلها كأهم مركز تجاري لموقعها الاستراتيجي الهام في الشرق الأوسط؟ ومتى تتوقف هذه الأموال القذرة التي تغذي الفوضى والإرهاب؟ ومتى يتنفس الناس في عدن وينعمون بالاستقرار؟ ومن هي الأيادي الآثمة التي ترتهن لعصابات الإرهاب الدولي وتستغل طيبة أهل عدن لتحولها إلى غابة سوداء لا يقطنها إلا المفسدون؟ هل هناك مخطط لتهجير أهل عدن من مدينتهم؟ سؤال طرحته صحيفة عدن الغد في إحدى صفحاتها. وأوردت الصحيفة قصة محمد عبد القادر وهو مواطن في العقد الخامس من عمره، يستعد حاليا لمغادرة مدينة عدن التي أقام فيها منذ مولده قبل 55 عاما. يقول عبد القادر إنه قرر ترك المدينة والانتقال بأسرته إلى مدينة أخرى، حيث سيستفيد من تأجير منزله لتغطية نفقات الحياة. عمل عبد القادر لسنوات طويلة ضمن عمله كباحث في المجال الزراعي، لأن خرج مؤخرا إلى التقاعد. يقول إن تحديات الحياة في عدن باتت أصعب مما يمكن له تحمله، وقرر الرحيل، وهو القرار الذي اتخذه كثيرون في هذه المدينة التي تشهد ما يشبه المخطط لتهجير سكانها الأصليين. التقته عدن الغد في مقهى صغير بحي المعلى، حيث يقطن الرجل منذ عقود. رفع يده وأشار ناحية واجهة منازل في الشارع الرئيسي بدت عليها آثار الحرب. الكثير من الناس غادروا عدن، عدد كبير من أصدقاء أبنائي ذهبوا إلى مصر أو دول أخرى كثيرة. الحياة هنا باتت صعبة. كانت المرة الأولى التي شهدت فيها عدن هجرة جماعية في العام 1967، حينما سيطر متشددون شيوعيون على الحكم في المدينة التي كانت واحة ازدهار عالمية ليحولوها إلى مدينة خالية من أي شيء. يتذكر عبد القادر الأحداث السابقة قائلا: ما يحدث اليوم مشابه إلى حد كبير لما حدث في ذلك العام، حينما اضطر آلاف من أبناء هذه المدينة إلى مغادرتها. في الثمانينات من عمره اقتلع محمد هادي من جذوره اقتلع محمد هادي من جذوره 4 مرات، مع كل تغيير للخطوط الأمامية خلال 7 سنوات من الحرب الأهلية الوحشية في اليمن. ومع نقص الأموال هو الآن طرح الفراش بسبب مشكلة في العمود الفقري، ليصبح محصورا في خيمة ضمن مخيم مؤقت خارج مدينة مأرب. يعلق موقع يمن فيوتشر في تقرير نشرته أولا وكالة رويترز: اليمنيون يلتقون في مخيمات مأرب مع تغير الخطوط الأمامية. وقال محمد هادي حول حل الشتاء: ولدينا أطفال وعائلات كبيرة وفقيرة، إنهم بحاجة إلى بطانيات وفرش وملاجئ وطرق للتدفئة. ليس لدي المال من أجل العلاج، ولم يعد هناك من أقترض منه بعد الآن. هادي الذي يعيش في مخيم السويداء شرقي المدينة منذ مايو من العام الماضي هو بين قرابة 1,000,000 شخص نزحوا من أماكن أخرى في اليمن، ويشكلون الآن جزءا من سكان مأرب البالغ عددهم 3,000,000 نسمة. في كلتا الحالتين، مع كل تقدم عسكري للحوثيين، يضطر المزيد من اللاجئين الداخلين إلى الانتقال. وقالت سلطة مخيمات النازحين في مأرب إن أكثر من 15,000 شخص أجبروا على الفرار في غضون أيام قليلة بسبب اقترابهم من القتال غرب المحافظة، وهي المرة الثالثة التي نزح فيها الكثير منهم. الكاتب الفلسطيني أسامة أبو أرشيد كتب مقالا في صحيفة العرب الجديد عن ضياع بوصلة الحرب في اليمن، وقال الكاتب في جزء من المقال: كانت كل من الرياض وأبو ظبي أعلنتا مطلع عام 2015 ضمن ما يعرف بالتحالف العربي الحرب على الحوثيين، وهم أحد أدوات إيران في المنطقة بعد احتلالهم صنعاء وإطاحة الحكومة الشرعية. ولكن الصراع منذ ذلك الحين يراوح مكانه، إذ يقيم الرئيس اليمني الشرعي عبد رب منصور هادي أقرب إلى الرهينة في الرياض، في حين تقوض الإمارات حكومته وقواتها في العاصمة الجنوبية عدن عبر ميليشيات انفصالية تدعمها. ليس هذا فحسب، بل تسعى أبو ظبي إلى تعزيز سيطرتها على الموانئ اليمنية في الساحل الغربي المقابل للقرن الإفريقي، وبالتالي السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يربط بين البحر الأحمر وبحر العرب،
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً سيطر على جزيرة سقطرى الاستراتيجية العام الماضي بعد مواجهات مع القوات الحكومية التي تدعمها الرياض. بالنتيجة السعودية تتخبط في اليمن ولا تعرف كيف تحسم الصراع مع الحوثيين، فالقوات الحكومية التي هي في الأصل تابعة لها تواجه تمرداً مدعوماً من الإمارات، وهي عاجزة عن وقف تلك التعديات والانتهاكات، كما أنها لا تستطيع إيجاد قوى يمنية قادرة على التصدي للحوثيين، خصوصاً مع تنامي حساسيتها مع حزب التجمع اليمني للإصلاح بتحريض إماراتي بسبب خلفيته الإسلامية. وهكذا تطاولت الحرب في اليمن وهي تدخل عامها السابع الآن، دفع خلالها الشعب اليمني المغلوب على أمره ثمناً فادحاً جراء تكالب إيران ووكيلها الحوثي والسعودية والإمارات والميليشيات التابعة لهما عليه. دخل اثنان من العرب الأمريكيين التاريخ بعد انتخابهما كرئيسين لبلدية مدينتين في ولاية ميشيغان الأمريكية، وفقاً لتقرير نشره موقع ميدل إيست آي بعنوان أول رئيس بلدية غير بولندي يقود المدينة منذ 100 عام، مهاجر يمني يصنع التاريخ. فاز عبد الله حمود ممثل الولاية البالغ من العمر 31 عاما بنسبة 55% من الأصوات مساء الثلاثاء، وتغلب على جيري ورونتشاك ليصبح أول رئيس بلدية من أصل عربي لمدينة ديربورن في ديتوريت بولاية ميشيغان. وطبقا للتقرير الذي ترجمه الموقع بوست، يحل عبد الله محل رئيس البلدية جون بي أوريلي الذي شغل المقعد منذ عام 2007 ولم يسعى إلى إعادة انتخابه. وغالبا ما يشار إلى ديربورن إحدى ضواحي ديتوريت التي يبلغ عدد سكانها 95,000 نسمة باسم عاصمة أمريكا العربية، نظرا لتركزها الكبير من العرب الأمريكيين. وأخبر عبد الله الحشود أن هذه حقبة جديدة في ديربورن، وأنه يأمل أن يلهم فوزه العرب الأمريكيين والأقليات الأخرى في البلاد. وفي مدينة هامترامك المجاورة تم أيضا انتخاب عامر غالب عامل الرعاية الصحية البالغ من العمر 42 عاما والمهاجر من اليمن لمنصب رئيس البلدية ليصبح أول رئيس بلدية غير بولندي وعربي يقود المدينة منذ 100 عام، وحصل غالب على 68% من الأصوات، وابتهج أنصار غالب بالنتائج بعد سنوات من النضال لتأمين التمثيل السياسي لمجتمع المهاجرين الكبير في المنطقة، وسيكون غالب أول عربي أمريكي وأول مسلم يقود هامترامك. وقال غالب: إن مهاجرا مثلي أتى إلى هنا للعمل في مصنع في سن 17، لديه الآن الشرف والفرصة لخدمة المجتمع الذي رفعه ليكون عمدته المقبل. تنافس حتمي بين واشنطن وبكين، وقد ينزلق إلى حرب تحت هذا العنوان، كتب جونجي ميرشامر مقاله المعاد نشره في اندبندت على العربية. وقال الكاتب: قبل 3 عقود انتهت الحرب الباردة وانتصرت الولايات المتحدة، فأصبحت القوة العظمى الوحيدة على وجه الكوكب. وعند استكشافهم الآفاق والاحتمالات رصداً للتهديدات، بدأ أن صانعي السياسة الأمريكيين لم يجدوا ما يدعو للقلق، ولا سيما بشأن الصين باعتبارها دولة ضعيفة فقيرة كانت متحالفة مع الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفيتي لأكثر من عقد من الزمان. لكن كانت هناك مؤشرات تنذر بالشؤم، وهي أن عدد سكان الصين يبلغ نحو 5 أضعاف عدد سكان الولايات المتحدة، وقد تبنى قادتها الإصلاح الاقتصادي. ولأن حجم السكان والثروة هما اللبنات الأساسية للقوة العسكرية، كان هناك احتمال جدي بأن تصبح الصين أقوى بشكل كبير في العقود القادمة. ونظراً لأن الصين ستتحدى بالتأكيد موقف الولايات المتحدة في آسيا وربما خارجها إذا ازدادت قوة، كان إبطاء صعود الصين الخيار المنطقي الواضح الذي كان ينبغي أن تتبناه الولايات المتحدة. في أحسن الأحوال يمكن إدارة هذا التنافس على أمل تجنب الحرب، وسيتطلب ذلك من واشنطن الاحتفاظ بقوات تقليدية هائلة في شرق آسيا لإقناع بكين بأن صداماً بالأسلحة سيؤدي في أفضل الأحوال إلى نصر باهظ الثمن.
إن إقناع الخصوم بأنهم لا يستطيعون تحقيق انتصارات سريعة وحاسمة يحول دون اندلاع الحروب. وعلاوة على ذلك، حري بصانع السياسة في الولايات المتحدة والقادة الصينيين ألا يغيب أبداً عن بالهم أن احتمال التصعيد النووي في زمن الحرب قائم. ومع ذلك تعتبر الأسلحة النووية الرادع النهائي. يمكن لواشنطن أيضاً العمل على أسس قواعد واضحة لخوض هذه المنافسة الأمنية، مثل إبرام اتفاقيات لتجنب الحوادث في البحر أو غيرها من الاشتباكات العسكرية العرضية. وإذا فهم كل جانب ما قد يعنيه تجاوز الخطوط الحمراء للطرف الآخر، فإن احتمال الحرب يتراجع ويصغر. في وقت تشتكي فيه دول العالم الثالث من عدم توافر الجرعة الأولى من اللقاح، تعتزم ألمانيا إتاحة جرعات معززة من اللقاحات المضادة لكورونا لجميع المطعمين. وعلقت دي دبليو، بعد ارتفاع الإصابات جرعة ثالثة ضد كورونا للجميع في ألمانيا. في ضوء تزايد أعداد الإصابات بكورونا في الكثير من المناطق بألمانيا، تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية والولايات إتاحة جرعات معززة من لقاحات مضادة لكورونا لجميع المطعمين عقب ستة أشهر من تلقيهم التطعيم. وقال وزير الصحة الاتحادي يينس شبان، جميع الولايات ستوفر من أجل ذلك حافلات ومراكز للتطعيم، كما أن عيادات الأطباء ستشارك أيضا في هذه الحملة. وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها بلغ 37,120 حالة و154 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة فقط. في إيطاليا، أصبحت سيارة قديمة معلما ورمزا محليا في مدينة كونغليانو الواقعة في شمال إيطاليا، بعد أن ظلت متوقفة في المكان نفسه لما يقرب من نصف قرن من الزمن قبل أن يتم تحريكها ونقلها مؤخرا في نهاية شهر أكتوبر المنصرم. وعنونت صحيفة القدس العربي، سيارة تصبح نصبا تاريخيا بعد أن ظلت في المكان نفسه لنحو نصف قرن. فعلى الرغم من أنه كان من الممكن حجزها منذ فترة طويلة، إلا أن سيارة لانسيا فولفو سيدان من عام 1970 قد صمدت أمام اختبار الزمن والأسطورة التي نمت حولها جميلة جدا. السيارة مملوكة لمقيم في المدينة يبلغ من العمر 94 عاما، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية محلية، مؤكدة أن الرجل أوقف لآخر مرة سيارته لانسيا فولفيا في عام 1974 في ساحة انتظار أمام كشك بيع الصحف الذي كان يديره مع زوجته. وقد وافق المالك على إزالة سيارته بشرط عدم معاملتها كحطام أو خردة، وهو شرط قبلت به بلدية المدينة التي أكدت أنه سيتم إعادة تجديدها من قبل مقاولين محليين، وسيتم عرضها بعد ذلك في المدينة كنصب تاريخي. أثناء تصوير أحد الطرق العامة في البرتغال، حدث شيء ظريف ساهم بانتشار هذا الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي. ببغاء مد عنقه بطريقة مضحكة أمام عدسة الكاميرا كما يظهر في الفيديو التالي، نتابعه من موقع القدس العربي. صحيفة الغارديان نشرت مجموعة من الصور المميزة لأحداث الأسبوع، نطالعها في جولتنا التالية. Thank you.
وهناك أيضا مجموعة من رسوم الكركة نتابعها في آخر جولة من البرنامج. بهذه الفقرة مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام حلقات هذا اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.